أهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى مع الأستاذ لوكسمبرغ كريستوف لوكسمبرغ وأبونا الشمعون لنقرأ سوية القرآن قراءة سريانية. واليوم سنتكلم عن سورة التكاثر، سورة التكاثر وهي 8 آيات، رقم 16 بالتسلسل التاريخي، 102 بالتسلسل العادي، وهي مكية. الآية الأولى تقول ألهاكم التكاثر. هاي الآية عزيزي عليها قراءة مختلفة. نعم. ألهاكم إيش قرأت؟ ألهاكم بالمد، ألهاكم يعني بصيغة السؤال، ألهاكم التكاثر. وقد فهمت عن مقاتل والكلب نزلت في، مش هنطول عليكم القراءة المختلفة، وقد نزلت في اليهود قالوا نحن أكثر من بني فلان وبني فلان أكثر من بني فلان، ألهاهم ذلك حتى مالوا ضلالا، يعني ألهاهم التكاثر، يعني فهمت أنهم يتكاثروا. أنت شوف تفهم يا أستاذنا التكابر، واحد شوف حاله على الثاني يعني من الكبرياء وليس من التكاثر. هنا هذه هي الخط الكوفي، التكابر، أنت تقول التكابر يعني الكبرياء. في عنا ما في القرآن ورد التفاخر، بعد التفاخر شوف للتفاخر والتكاثرين تكاثر، مفروض هناك أيضا قراءة تكابر وليس تكاثر. طيب إلى جانب التفاخر، التفاخر أوكي، مش هندور عليها مش هنطولش على أبونا. حتى زرتم لأنه منطق أكثر، لأن التكابر له علاقة بالتفاخر وليس بالتكاثر. ألهاكم التكابر حتى زرتم المقابر. ما معنى زرتم المقابر؟ هم يفهموها أنه ألهاكم التكاثر أنكم تروحوا تعدوا الموتى. شو الكلام فارغ؟ هيك فهموها، أنا ما دخلني. نهاية الإنسان وين بتكون؟ في القبر. وين بده يكون؟ إذا ماما كيف علينا أن نقرأ زرتم طالما هو أصبح في القبر؟ طيب هنا حصل الخطأ بنقل الدال السريانية كراء عربية وراحوا حطوها كمان نقطة أصبحت زرتم. تقرأ درتم أي سكنتم. درتم. نعم. درتم. سكنتم. ما هو هناك مقاطعة عراقية بسمها دورة. دورة على كل حال الاسم العربي كله جاي منها، يعني الدار جاي من احدار احاطة، يعني الاربع حيطان يعني مش جدران، تصبح بعدها بعد حذف الحاء من احدار صارت الدار، منها ديارة الدار. سكنتم. شو رايك ابونا؟ صح. طب خلص انت بتقول صحته. ايه الدال والراء. أيوة الدال والراء. وهنا هذه بالكوفي، هناك يعني نوع من التشابه. طيب هلا الآية الثالثة، كلا سوف تعلمون. سبعة وستين كلا سوف تعلمون يعني بمعنى حقا. حقا بس انت كيلا، انت تقراها كيلا بالسريان كيلا بس بالعربي. بتعرف قاموس بس بالعربي استاذنا كلا هو تعني ايضا حقا. الا اذا لكن عربيا نفهمها بمعنى تجديد. لا كلا الكلمه غير عربيه أصلاً، أشورية الأصل. طيب حلو جدا، قبلت قبلت يا سيدي قبلت. موجودة بقاموس جيزينيوس، سمع عنه جيزينيوس القاموس العبري؟ لا ما أعرفوش. أيوة. شوف موجود فيه شارح وكيلها بمعنى من اللغة الأشورية القديمة. كيلا
أبونا شمعون. أنا ما عندي هالقاموس بس تعرف بس للنكتة كلا باللغة التركية يعني رأس جمجمة. هذا غير موضوع. لهذا يسميها الأكلة كلا باتشا يعني الرأس والرجل والأرجل. لا والمصري يسمى كله. الخروف الكوارع يعني الرأس. لا سوف تعلمون. كلها هي اللي يشربوا فيها الكلة. السؤال ما هو أصل كلمة سوف للمستقبل؟ سوف. سوف تعلم سوف ما معنى سوف؟ أوكي من سوف كلمة سريانية غير عربية. سوف حد. صحيح حدود. كيف يعني صارت؟ بمعنى الهدف يعني الهدف اللي راح نوصله في المستقبل هذا سوف يعني في حدود للمستقبل. طيب حدود ثم كلا سوف تعلمون سوف ايوه تعلمون ثاني لا سوف تعلمون محقا يعني مره ثاني مره اخرى تعلمون ايوه. والايه الخامسه كلا لو تعلمون علم اليقين مفهومه. هم أستاذ الفاضل اعتبرت الآية ناقصة. الجلالين بيقول أو السيوطي مو أنا كلا لو تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين 49 هو الجلالين ما اشتغلتم به لأنه جواب الشرط ناقص. لو تعلمون فهم جواب الشرط ما اشتغلتم به. والأولى 58 أستاذ الفاضل كمان نقصة ثم كلا سوف تعلمون عاقبة أمركم. طيب كلا لو تعلمون علم اليقين ما اشتغلتم به هكذا قرأها الجلالين أنا ما دخلني. طيب هل الآية السادسة لترون الجحيم لترون الجحيم سوف ترون الجحيم ما معنى شوف يعني حتشوفوا الجحيم بهذا المعنى بهذا المعنى فهمت ايوه انا اشرحها بمعنى لا تجزون يعني جزاكم راح يكون الجحيم بس تعرف هناك قراءه مختلفه لترون في آخر الآية يعني يشوفوكم حشوفوكم أيوة سيشوفوكم ما معنى ومن عمل مقدار ذرة يرى يعني يجد يرى يجد يرى يعني مقابل هذا ذاك نعم يعني بمن فعل رأى مش هيك أيوة اسمح لي أقولي شوي هل أنت تفهمها ربما لتجزون الجحيم لتجزون نعم بمعنى سريانيا رعاة من نصيب كفعين هو صحيح الآية اللي انت ذكرتها من فعل ضر خير مثقال ذرة خيرا يرى ايوه يعني يجزى بمعنى يرعى حذفت العين لترون يعني سوف تجزون سوف تجزون نعم مش بمعنى الرأي لترعون لترعون أصبح بترعون
تجزون لتجزونه لتجزونه ترعون. طيب الجحيم ثم لترونها عين اليقين عين واضح. اليقين 71 وهنا هنا اعتبرت ناقصة برضو حسب ابن عاشور. هنا يقول رؤية عين اليقين. لا هي مستعملة كمفعول مطلق لرعى رعى عين يعني بمعنى رأى ترعون عين اليقين ترونها يعني أيوة رؤية عين اليقين هكذا ابن عاشور. عين اليقين يعني اليقين عينه. نعم صحيح. أي عين اليقين أي نفس اليقين. صحيح من اليوم حتى. عين اليقين أيوة عين اليقين. الآية الأخيرة ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم. هذه آخر آية. شوف القراءة المختلفة لتسألن الحاصل ما في مشكلة. هل عندك ملاحظة على هذه الآية الأستاذ الفاضل؟ مثل ما شرحنا يومئذين يومئذين هذا مفهومة عندنا مشكلة هنا. أيوة يوم ثم سألنا يومئذ عن النعيم. أيوة النعيم هو الجنة أو ما أعرفش إخواني الفاضلين إحنا انتهينا. الصورة التي سنراها الحلقة القادمة من 7 آيات قصيرة بس مش هنكملها اليوم صورة الماعون. صورة الماعون إحنا نكتفي بهذا القدر. أنا أشكر جهدكم على هذا العمل الطويل يعني شكرا لكم على هذه السهرة أول سهرة فعلا ساعتين كاملتين ربما شوي أقل. أنا شاكر فضلكم وأتمنى لكم ليلة سعيدة وسوف أنشر هذه الحلقات سريعا. شكرا وبارك الله.